اهلا بكم. في هذا الفيديو راح نستعرض امامكم اكشن احترافي لعمل تاثير الفسيفساء، وطبعا راح يحول لنا الصور الى تاثير الفسيفساء مثل ما نلاحظ بهذه الطريقه. طبعا صوره اعتياديه يحولها بهذه الطريقه الجميله، وطبعا راح نبدا بهذه الصوره بعد الانترو. طبعا هذا الاكشن بامكانكم تحملوه بصندوق وصف هذا الفيديو بشكل مجاني. طبعا راح تجدون بهذا الملف هذين الملفين اللي هو الاكشن والباترن. لابد انه برنامج فوتوشوب مفتوح، وطبعا نضغط دبل كليك على الباترن حتى يتم اضافته، وايضا دبل كليك على الاكشن حتى يتم اضافته. نفتح هذه الصوره، وطبعا ضروري انه نحدد اداه البراش، نختار هذه الأداة أو هذه الفرشات بهذه الطريقة. نفتح طبقة جديدة، وضروري جدا أن يكون اسمها براش، وطبعا راح نرسم بهذه الطريقة. طبعا أنا من أداة الماجيك سيلكشن، راح أجي أحدد كل هذه الشخصية بهذه الطريقة. طبعا يجب أن نحدد الشخصية اللي نريد نحولها إلى فسيفساء، أو نرسمها بشكل يدوي من خلال أداة البراش. طبعا راح نرسم أو نلون بشكل مباشر. الآن راح نجي نحدد طبقة البراش، وطبعا نجي إلى الأكشن اللي هو من قائمة ويندو. تأكد أنه كلمة أكشن مفعلة بهذه الطريقة. نجي إلى هذا الأكشن اللي تم تنصيبه قبل قليل، نفتحه ونجي إلى هذا الخيار اللي هو هذا اللي تشوفوه امامكم، وطبعا نشغله بالاكشن حتى البرنامج يبدي يتفاعل ويا الفلاتر. طبعا ظهرت لنا هذه الرساله انه ثانك يو، تم اكمال تاثير الاكشن. مثل ما نلاحظ طبعا تاثير جميل وانيق في نفس الوقت.